والصالون الثقافي اللي بيتم بدعوة كريمة من أسرة أستاذنا العزيز الأم العزيزة وأختي العزيزة الأستاذة عبير، واللي البيت عامل بحسهم دايما. الحقيقة النهاردة المحاضرة ليها خصوصية عندنا تحديدا، يعني لأن الدكتورة منال، يعني يمكن في حاجة هقولها لأول مرة، إن بعد قبل ما أسافر فرنسا كنت بدرس دكتوراه مع الدكتور جبل الله يرحمه، وكان موضوعي عن موقف المصريين من الأجانب، ولما سافرت غيرت كل الشغل. فلما رجعت كانت الدكتورة منال بتخلص ماجستير مع أستاذنا الدكتور عبد الحليم، وبتاخد ماجستير عن الثورات، وكان الموضوع بتاعي موجود. فلما راحت فالدكتور عبد الحليم قال لها أنا ماليش دعوة، ارجع لخالد لو وافق. فطبعا انت يعني الدكتور عبد الحليم مش هقول له لا، وطبعا هي اختنا. يعني اللي حصل بعد كده الجميل قوي في الموضوع ان دي، يعني معلش انت، يعني احنا كبار في السن، طبعا يعني بقول دايما بنت البكر، لان كان اول مره اقعد على منصه اناقش كانت الدكتوره منال، وده شرف ليا طبعا، اخت عزيزه، وكونها بتصل اللي هي فيه ده، فده يعني حاجه تحسب ليها اولا ان هي شخصيه جميله. هي طول عمرها شخصيه مثال يحتذى في الاصرار دايما. انا بقول علشان ما اطولش، احنا برضو كان الموضوع نتكلم في ايه. دكتور عبد الحليم الحقيقه كان عنده حاجه غريبه علمها لنا طول عمره، ما تفوتش مناسبه الا وتشوف مصر القديمه كانت بتعملها ازاي. اي مناسبه شوف، لان احنا كان دايما يقول دوله سلسله مربوطه ببعض، فكان دايما يقول طب ايه اللي طب تعرف تقول لي ايه اللي حصل قديم. اعتقد احنا النهارده بنمر بمناسبه طيبه جدا، اعياد الشرطه المصريه واحتفالات كبيره بتتم فيها. هل كان الجيش والشرطه في مصر القديمه كانوا مجرد ادوات على الحدود؟ هل كانت الشرطه مجرد هيئه؟ هل كانت الشرطه بتحمي الشعب ولا ما بتحميهوش؟ هل كان في حاجات كتيره قوي. هي اول ما بكلم الدكتوره منال قالت لي ايه رايك، انا في دماغي فكره عن الموقف الوطني اللي انا مصري باخده، والامن كان دوره ايه. وعلشان ما اطولش هنبدا على طول مع طبعا تقديري للجميع اللي داخل معانا زوم. لما بنقطع انا منزل على جروب الواتس ثلاث لينكات، والعبير نزل اللينك اللي هيخلص هنفتح اللي بعده على طول، لان احنا بندخل فري زوم 40 دقيقه. هترك الكلمه تماما للدكتوره منال ولحضرتك معانا 40 دقيقه تمام بحد اقصى. اتفضل يا دكتور. اتفضل عليك اشير لك بقى البتاع تبدا حضرتك تشتغل. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا انا يعني كان لازم ابدا ان ارحب بالكل، ولكن ما فيش حد بيترحب بيه بيته، كلكم بيتكم. تمام يا دكتور حضرتك، انا افتح بس كده نشيل خلاص الشاشه وكل اللي داخل معانا. طبعا احنا هنفتح من موبايلاتنا، هنفتح من موبايلاتنا، وانا حاجه مكان الدكتور لمده دقيقتين عشان انا اللي هنقل. ايوه انت قاعد، انت ما تتحركيش مكانك، انا هاجي مكان الدكتور رامي. شنطتي فيها فلوس ولا ايه؟ بسم الله نبدا على بركه الله. احنا شيرنا اهو خلاص، اللي هيقدر في حد هيدخل معانا هنسمع على الاقل من الدكتوره منال. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، اتفضلي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر اهل البيت على حسن الاستضافه، وكلمه عرفان بالجميل طبعا لي، مش عايزه اقول استاذي، بس هو كان اب واستاذ وله فضل علينا كلنا وعلى جيلي والجيل اللي سابق عليا والجيل اللي بعدي. طبعا علمه ما زال بينتفع به وصدقه في ميزان حسناته. دكتور عبد الحليم كان رمز وما زال وهيظل ان شاء الله. برضو بشكر دكتور خالد، لانه زي ما قال كده انا البكريه، وانا بعتز دايما بكلمه البكريه اللي بيقولها لي، لاني فعلا بعتبره مش بس كان استاذي، احنا بحكم السن ولو انه هو يعني كبير عني شويه برضو يعني
فاحنا برضو اصدقاء وزملاء، ويعني استاذي وصديقي وزميلي بحكم العمل وبحكم الفتره الكبيره اللي احنا عرفنا بعض فيها. الموضوع اللي انا هتكلم عنه النهارده الحقيقه هو موضوع نقدر نقول عليه موضوع قديم وجديد، وهو موضوع كل وقت وموضوع كل ساعه. ما دام الانسان حي فلازم انه بياخد موقف، المواقف دي بتتعدد بتعدد الاحداث. وبما اننا في شهر واحد، شهر يناير، شهر الاحتفالات، فالدوله بتحتفل في الشهر ده بعيدين، عيد الشرطه وعيد الثوره. والحقيقه انه ده يعني لقى عندي يعني صدفه جميله جدا، ان انا الرسالتين بتوعي اللي هما الماجستير والدكتوراه كانوا الاثنين عن الجيش والشرطه والثوره بس في مصر القديمه. النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى مع بعض وهنشوف المصري القديم يعني ايه اللي كان بيخليه يثور وامتى، ولما كان بيثور يا ترى الثورات بتاعته دي كانت بتلاقي تدعيم ولا بتلاقي مقاومه. لو بدأنا من الأول كده هلاقي إنه المصري القديم ثوراته دايما ومواقفه دايما كانت من الأجانب، لأنه في الغالب كانت بتبقى يعني في النزعة القومية والشعور الوطني غالب عليه، فغالبا ما كان بتبقى مواقفه ضد الأجانب. فمن الاول خالص احنا يعني لو تاملنا التاريخ المصري القديم هنلاقي ان مصر كانت قبلة للاجانب بحكم ثرائها وبحكم موقعها والبلاد المجاورة لها كلها، ومن عاصرها من الدول كانت يعني مصر بالنسبة لها قبلة، وكانت بتيجي وده على مر العصور كلها، كانت يعني بتتبادل معاهم ومنها ما هو اجنبي. حتى الشخص اللي بيتولد في مصر وهو مش من اصل مصري حط له جمله تعبر عنه، حط له كلمه تعبر عنه، زي مثلا اليونانيين بحكم ان اليونانيين تزوجوا مع المصريين وقعدوا فتره طويله هنا، فحب يعبر عن الجزء ده وقال او يعني سماهم وينين مس ان كيمت، يعني المولودين في مصر، يعني هم مش من اصل مصر ولكن ولدوا على ارض مصر. ده بالنسبة للتعبير عن كلمة اجنبي. طيب برضو لما نتتبع خلينا برضو في مجال اللغة الاول ونشوف المصطلحات اللي عبر بها المصري القديم عن كلمة ثورة او كلمة مقاومة او كلمة تمرد. الحقيقة انها كلها مترادفات بتدي معنى واحد وهو عملية الرفض. فالمقاومة تعني الرفض، الثورة تعني الرفض مع الرغبة في التغيير وهكذا. المصري القديم برضو عنده مصطلحات كتيرة وغنية، اخترنا منها على سبيل التحديد اكتر مصطلح تناوله واللي لقيناه مكتوب بشكل كبير قوي سواء في على الاثار او في المخطوطات، وهي كلمة سبيل، ودي بتعبر عن الثورة. ولما بس منغير المخصص جنبها للناس بقى المتخصصة في اللغة المصرية القديمة والولاد الطلبة الموجودين، لما بنغير المخصص اللي موجود جنب الفعل وبنحط الشخص اللي ماسك العصاية في ايده فبتتحول الى سائر اللي هو قايم بالثورة نفسه، وجمعها سبيئات اللي هم مجموعة الثوار. فاللغة غنية جدا، أنا بس جايبة منها لأن الوقت طبعا مش هيسمح، فأنا جايبة منها مجموعة بس كده كأمثلة. طيب تعالوا بقى نتعرف الأول كده على الأجانب في مصر. لو احنا حبينا نمسك الخط ده من الناحية التاريخية فاحنا هنقسمه لمرحلتين. المرحلة الأولى هنتكلم عن العصور المصرية القديمة أو زي ما بنسميها أحياناً الفرعونية، وتحديداً هبدأ بالعصر المتأخر، لأن لو أنا هتكلم عن وجود الأجانب في مصر فهو موجودين من زمان قوي، يعني الموضوع مبكر من فترة طويلة جداً، ولكن زاد أعدادهم بشكل كبير قوي 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 في العصر المتأخر. طبعاً احنا عارفين ان العصر المتأخر ده كانت اخر مرحلة من مراحل التاريخ الوطني، لان بعدها هتبدأ
فترة من الحكم الأجنبي الطويلة، ففي الفترة دي بنقول بدأ يزيد عدد الأجانب، وده اللي مهد بعد كده لأنه يبقى في حكم أجنبي. تحديدا بتكلم عن عهد آخر ملوك العصر ده، وهو الملك العظيم رمسيس الثالث. في الفترة دي مصر بدأت تفتح أبوابها للأجانب بشكل كبير، ويمكن السبب أنه في الفترة دي مع كثرة الحروب بدأ الملوك يلجأوا إلى ما يعرف بالجنود المرتزقة. وللي ما يعرفش يعني إيه جنود مرتزقة، فهم جنود بيعملوا مقابل أجر، يعني هو شغلته بتبقى إنه يحارب، شغلته إنه يجي يشتغل في الجيش، مش زي دلوقتي إحنا الجيش حاجة وطنية، بمعنى إنه الشخص بيؤديها خدمة لبلده مقابل إنه عايش على أرضها وإنه بينتمي ليها. ولكن لما نبص للفترة دي فهنلاقيه كان بيترزق منها أو بيعتبرها مهنة أو بيعتبرها مصدر للدخل، ودول بيبقوا غير مصريين بالطبع. علشان كده بقول في الفترة دي زادت قوي أعداد الأجانب لما فتحت، خصوصا الأسرة 26 لما فتحت قوي بابها للجنود المرتزقة. ومش بس في الجيش، الحقيقة الكلام ده كان في الجيش وفي الشرطة، وأكتر الأجانب بقى كانوا موجودين في الفترة دي هم السلالات اليونانية، أكتر ناس كانت متواجدة زي الكاريين، ودول كانوا متركزين قوي في منطقة شرق الدلتا. عندنا الفينيقيين كانوا موجودين في منطقة منف، وطبعا في عندنا بعض الجنسيات الأخرى زي اليهود اللي كانوا موجودين في منطقة ألفنتين. لو احنا بصينا بقى لتاريخ المصري القديم في المقاومة أو المقاومة في الفترة دي، فهنلاقي انه المقاومة بدأت من بدري قوي، يعني اول ناس بدأت فيهم المقاومة بشكل رسمي. يعني احنا برضو عايزين نفرق هنا بين حاجتين، انا عندي اجانب كتير في مصر، عندنا اجانب كتير قوي، ولكن الاجانب دول ليهم تصنيف. تصنيف بمعنى ايه؟ انا الاجنبي اللي جاي كتاجر، صحيح ممكن المصري ياخد منهم موقف، ولكنه مش موقف حرب او مش موقف مقاومة او مش موقف صراع. امال الموقف ممكن يبقى ازاي من الاجانب العاديين اللي هم لا يمثلوا خطر على السلطة او خطر على الدولة؟ كان الموقف ممكن يبقى مثلا في الناحية الاجتماعية انه يرفض التزاوج معهم. يعني في فترة من الفترات ما كانش ابدا في تزاوج ما بين المصريين والاجانب، ما بداش التزاوج غير في فتره متاخره او في مرحله متاخره. يمكن كان ممكن الملك المصري كان بيتجوز من اميرات اسيويات او يتجوز من بنات اجانب، اولاد ملوك اجانب، ولكن استحاله انه اميره مصريه تتزوج من شخص أجنبي. فده موقف، ولكنه موقف إيه؟ مش موقف حرب، مش موقف في صدام، إنما هو موقف اجتماعي. كان فيه برضو ممكن مواقف خاصة بالبيع والشراء. حتى لما بصينا للعقود بتاعة البيع والشراء هنلاقي إن المصري كان ممكن يتعامل مع المصري اللي زيه في البيع والشراء بطريقة، ويتعامل مع الأجانب أو يتعامل مع غير المصريين بطريقة تانية. طبعا احنا عندنا أرشيف كبير جدا عثرنا عليه من البرديات، ومن خلال الأرشيف ده اللي هو عبارة عن مجموعة كبيرة من العقود قدرنا نتوصل لأنه كان له موقف في عملية البيع والإيه والشراء. له موقف في الحياة الدينية، يعني ممكن يبقى متعصب لدينه، ممكن يرفض انه يتقبل انه يعني يعبد ديانه اخرى او المعبود اخر، مع انه في الفتره دي كان في تعدد في المعبودات كتير، ولكن المصري عمره ما كان يقدر او يفكر انه هو يتعامل مع الاجانب او المعبودات بتاعتهم. فكان في مواقف مختلفه.
لكن احنا بقى عايزين دلوقتي نركز شوية على الموقف السياسي، او هنخصص شوية الكلام عن الناحية السياسية. وليه لما بنقول نتكلم عن الناحية السياسية تحديدا؟ لان الناحية السياسية هي اللي هتمثل خطورة على مصر، هي اللي هتمثل خطورة على الحكم. عشان كده اول ما نبص هنلاقي ان المقاومة كانت للأشورين، دي بداية المقاومة، بداية المقاومة كانت للأشورين. طيب احنا ممكن نقول طب ما هو كان في ليبيين قبل الأشورين، مش كده؟ كان عندي ليبيين، يعني في الأسرة ال 22 الليبية دي، ما هي من أصول غير مصرية، مش زعيم الأسرة اللي أسس الأسرة هو كبير الماء أو المشوش يعني ليبي، وبالتالي هي أسرة مش مصرية، ولكن لم تحدث مقاومة. طب إيه السبب؟ ليه ما حصلتش هنا مقاومة للأسرة دي أو رفض ليها أو منعها من الوصول للحكم؟ الحقيقة هنا في حاجتين. الحاجة الأولانية لأنه في الفترة دي الليبيين لما دخلوا، ودي مهمة جدا، الليبيين لما دخلوا مصر تمصروا. يعني إيه تمصروا؟ لما الشخص بيدخل ويندمج أو يدوب في الحضارة المصرية ويكاد يكون مصري بتصرفاته، فهنا بيصبح جزء من مصر. فالليبيين مثلا تمصروا بإيه؟ أولا تزوجوا مع المصريين، الزواج مع المصريين، ودي كمان علشان يطفوا على حكمهم الشرعية، زي ما احنا عارفين انه في طرق كتيرة لإطفاء الشرعية على الحكم، ودي واحدة منهم الزواج من احدى الاميرات من البيت الملك. الحاجة التانية انهم استخدموا نفس اللغة، بدأوا يتعلموا ويتكلموا اللغة المصرية القديمة، ودي اكتر حاجة بتربط او بتقرب ما بين الناس اللغة. الحاجة التالتة هي يعني النواحي الاجتماعية والتعامل والدوبان زي ما بنقول كده، واحترام بقى الديانات المصرية والتعامل معاها على إنها مقدسة. كل ده خلى المصريين يفرقوا ما بين يقاوموا مين وما يقاوموش مين، وبالتالي بدأت المقاومة معانا من بداية من الأشوريين. طبعا الأشوريين كانوا يعني شداد، زي ما احنا عارفين المتتبع للتاريخ هيجد ان في الاشوريين غلظه، زي هما والفرس، فيهم غلظه في التعامل، فيهم شده في التعامل. الحقيقه المقاومه للاشوريين ما كانتش في مرحله واحده او مره واحده، انما انا كان عندي اكتر من مرحله للمقاومه. بدايه كده بدأت المقاومة مثلا على ايد طهرقة. واحد يقول طب ما هو طهرقة اساسا، احنا برضو الاسرة الخمسة وعشرين بيطلق عليها انها الاسرة النوبية. صحيح في جدل حوالين هي اصلها ايه، وفي اراء، وهل هي من اصل مصري ولا هي من اصل ليبي ولا هي من اصل نوبي، ولكن نكاد نجمع على انها من اصل مصري وبالادلة الاثرية وليس بالانحياز او بالكلام. عشان كده في فترة وجود الأسرة الخمسة وعشرين وتحديدا في عهد الملك طهرقة بدأت أولى مراحل المقاومة ضد الأشوريين، وده لما طهرقة عمل اتحاد أو جمع كده بعض الأمراء ضد الملك الأشوري أسرحدون، ودي كانت الغزوة الثانية لأنه كانت في قبلها غزوة. بعد طهرقة تولى المقاومة تانوت أمون، برضو في فترة من الفترات بدأت المقاومة. تانوت أمون بقى مصري 100%. طبعا الأحداث بتاعت المقاومة كتيرة، عندنا الحصار في منطقة منف، وعندنا بعدها بتيجي الغزوة الأشورية التالتة، وللأسف الشديد اللي فشل إن هو يعني يصد الخطر فيها، فاستمر تواجدهم ولكن بشكل غير مباشر، لأن زي ما التاريخ بيقول لنا إنه عين بعض الأمراء ومشي وساب الأمراء دول على منطقة الدلتا، إلى أن جاء بسماتيك الأول أو بسماتيك الأول واستطاع إن هو يعني ينهي فترة الوجود الأشوري في مصر ويبدأ
عهد جديد من الحكم الوطني، ومع بداية العهد الجديد ده من الحكم الوطني بدأ يؤسس لنهضة كبيرة بتشهد بيها فترة الأسرة 26 الصوية، واللي احنا بنعتبرها أو دايما بنقول عليها هي نقطة ضوء في وسط يعني عتمة العصر المتأخر بكل ما فيه من مشاكل وتفكك وانقسام للسلطة وتراجع للمركزية، وكان فيه مشاكل كتيرة قوي، ولكن ما زالت الفترة بتاعت الأسرة 26 بعد التصدي للأشوريين وبعد ما خرجنا من الفترة دي بحكم وطني مرة أخرى أو عودة الحكم الوطني مرة أخرى، فبتفضل نقطة مهمة في التاريخ المصري. طيب بعد الأشوريين المصريين اتعرضوا لغزو جديد أو لنوع جديد من الابتلاء على ايد الاجانب، وهو الغزو الفارسي. واحنا برضو لو بصينا للمرحلة دي هنلاقي ان الفرس يعني بدأوا او دخلوا مصر بداية من 525 قبل الميلاد، وده كان مؤشر خطير لبداية بقى الفترة دي لبداية الاستعمار بشكل متغلغل او بشكل ثابت على الارض المصرية. الحقيقة انه يعني الملوك الفرس كانوا زي ما قلت من شوية كانوا برضو متعصبين او لديانتهم، وكانوا بيتعاملوا مع المصريين ومع الديانة المصرية بطريقة فيها غلظة، ولذلك المقاومة هنا كانت بقى أشد، أو هيبدأ يظهر مقاومة بشكل أكبر من جانب المصري، لأن احنا بنقول إيه؟ إنه دايماً لكل فعل رد فعل، فعلى قدر ما المصري حاسس إن الأجنبي ده أخذ منه حاجة أو إنه بيأثر على حياته، على قدر ما بيقف قدامه، على قدر ما بتبدأ تكون فيه مقاومة. المصريين ما عجبهمش تصرفات الفرس، وبالتالي مش هيقفوا مكتوفي الأيدي، و يعني هيقوموا بعدد كبير جدا من الثورات بتمثل سلسلة من المقاومة ضد الأجانب، وهي دي بقى اللي بنقول عليها بقى موقف. ده هو هنا أخذ موقف، هو رفضه، هو مش عاوز، هو عايز يتخلص منه، وبالتالي هيبدأ يشكل نوع من أنواع الدفاع الوطني، نوع من أنواع المقاومة، سواء على مستوى الملوك أو على مستوى الأفراد، فهتبدأ سلسلة من الثورات. رغم أنه يعني الفرس في بداية دخولهم لما دخل الملك قمبيز حاول إنه هو يعني يتودد للمصريين في البداية خالص، وحمل لقب هو وحل مسود، وكلمة وحل مسود في اللغة المصرية القديمة معناها يعني معيد الميلاد، أو إنه يعني ده لقب كانوا بيستخدموه المصريين علشان يعبروا عن البداية الجديدة، يعني احنا عايزين نبدأ بداية جديدة، يعني احنا في هنا الميلاد دايما بيبقى بداية حتى في حياتنا دلوقتي، فهو استخدم اللقب ده او حمل اللقب ده اللي هو وحل مسود، ولكن المصريين لم ينخدعوا في يعني الحاجة دي اللي هو عملها، وظلوا بينظروا للفرس على انهم مغتصبين وعلى انهم يعني جايين ياخدوا الارض. فبدأت ثورات المصريين ضدهم، وكانت البداية ثورة صغيرة كده بنقول عليها ثورة محدودة في عهد دارة الاول، ولانها كانت لسه ثورة صغيرة ومحدودة، وكمان كان دارة ملك قوي وكان لسه في الاول كده، فقدر ان هو يعني يوازن الامور زي ما بنقول، وما قابلش الموضوع ده بالغضب المتوقع، وانما امتص غضب المصريين وعرف يلعب على الوتر الصح اللي هو ايه، اللي هو انه يقدم لهم الاحترام. المصري بيحب قوي قوي اللي يحترمه، اللي يحترم ديانته، اللي يحترم يعني تاريخه وحضارته ومعبوداته، علشان كده
قدر يمتص غضب المصريين ويسيطر على الثورة، ودي كانت بداية الثورة ضد الفرس. بعد كده جت الثورة الثانية، المرحلة الثانية من الثورة، ودي كانت سنة 490 قبل الميلاد. ليه بقى في السنة دي؟ لأن في السنة دي الفرس اتهزموا قدام الأسينيين. احنا عارفين انه الفرس كانوا في الشرق، مركزهم في الشرق، واليونانيين او الأسينيين كان مركزهم في الغرب، وكان في نوع من انواع المد او التوسع. الفرس بيتوسعوا غربا والأسينيين بيتوسعوا شرقا وجنوب، وبالتالي كان لابد من حدوث صدام ما بين القوتين. ففي موقعة شهيرة اسمها موقعة مرسن سنة 490 قبل الميلاد، لما انتصر فيها الأسينيين على الفرس، المصريين استغلوا الفرصة. المصريين حسوا انهم يعني ممكن هنا يخلصوا من الفرس، وخصوصا انه حصلت بعض القلاقل في البلاط الفارسي نتيجة لان الملك دارة توفي في هذه الفترة، فبدأ يعني يستغلوا الفرصة ويقولوا نجهز بقى او يعني نخلص من الحكم الفارسي. الثورة الثانية كانت بقى أكثر عنفا من الثورة الأولى، وصحيح أحداثها كتير، ولكن ما حققتش النجاح الكبير اللي المفروض يعني المصريين كانوا بيأملوا إنهم يحققوا. الثورة دي يعني جات لنا أخبار عنها أو عرفنا أخبار عنها عن طريق لوحة محفوظة. اللوحة دي موجودة في متحف نابولي. من خلال اللوحة ومن خلال القراءة ليها عرفنا إنه الثوار الوطنيين كانوا بيركزوا في الثورة دي على انهم يعني يضربوا مراكز، وان احداثها كتيرة وانها مركزة قوي على النقط المهمة اللي تضعف الفرس، لكن كمان غطت كل تقريبا انحاء مصر، وفي مدة تكاد تكون يعني مش طويلة، في خلال شهر حسب ما ورد، انه في خلال شهر غطت الثورة او شملت الثورة كل انحاء البلاد. طيب بعد كده بدأت سلسلة جديدة من الثورات. طبعا احنا عايزين، انا عايز اقول ان انا علشان طبعا انا عارفة ان الوقت هيبقى مش كافي بالوقت، استاذ حضراتكم اللي متابعنا على زوم، احنا قدامنا 7 دقايق. انا حطيت على الجروب اللينك التاني، بمجرد ده ما يقطع التاني هيبدأ مباشرة، بقالي بدقيقتين. اتفضلي يا دكتور. انا طبعا بجيب الثورات ورا بعضها او مواقف المصريين الوطنية ورا بعضها، لكن هو في فترات بتتخلل اللي ما بين الثورة والثورة فترة من الهدوء، انما انا بحاول ان انا اعملها كنوع من التسلسل ورا بعضها. فبعد الثورة الثانية رجع المصريين يثوروا مرة تانية في الفترة اللي يعني ما بعد وفاة دارة، ودي المرة دي اللي تزعم الثورة زعيم وطني اسمه إيناروس. إيناروس فكر في تكنيك جديد بقى، ايه هو؟ انه يعتمد على التحالفات، ولذلك دخل في تحالف مع الأسينيين. واحنا عارفين ان الأسينيين كانوا اعداء تقليديين للفرس، فبمنطق كده ايه، عدو عدوي يعني يبقى صاحبي او يبقى صديقي. فهو غير الخطة بتاعته وبدأ يلجأ للتحالف مع الأسينيين، وخصوصا كمان ان الأسينيين كانوا بيمتلكوا الأساطيل، او يعني في ناحية البحر او في حتة البحر عندهم يعني خبرة كبيرة وعندهم إمكانيات. فعمل تحالف مع الأسينيين. التحالف ده على أساس إن هم يمدوه بأسطول. الأسطول ده هياخده في مقابل إيه بقى؟ في يعني إنه يبقى في تعاون بينهم وبين بعض، وإنه يعني ملك الأسينيين هيستفيد بالصد اللي هيحصل للفرس اللي هو عدو تقليدي له. عرفنا الكلام ده منين؟ عرفنا الكلام ده من نقش
موجود في وادي يعني الحمامات. احنا عارفين ان منطقة وادي الحمامات فيها نقوش أثرية كتيرة، فالنقش رقم 31 تحديدا في وادي الحمامات بيتكلم عن الثورة دي، وبيتكلم عن التحالف ده ما بين إيناروس والأسينيين، وبيوصف الثورة وبيقول إنه فعلا نجح الثوار في إنهم يعني سيطروا على بعض المناطق ولكن في مصر السفلى. أما مصر العليا فظل الفرس يعني حاطين ايديهم عليها ولسه مسيطرين عليها في مناطق الصعيد. عندي كمان نص مؤرخ بالسنة الخامسة سنة 462. النص ده بيتكلم عن تعيين موظف فارسي في مدينة قفط. النص ده يعني من خلاله كده بنفهم انه في نوع من انواع نقول ايه رد الفعل للثورات، ان الثورات اتت بنتيجه انه بدا تعيين بعض الموظفين واصبح للمصريين نصيب. يعني الأول كانوا مهمشين، الأول المصريين ما كانوش بيستعين بيهم في أي حاجة. برضو الثورة دي رغم إنها ما حققتش الهدف الأساسي أو الهدف الكبير اللي المصريين بيسعوا ليه وهو الاستقلال، ولكن برضو بتصور إنه في نوع من أنواع التطور في العلاقة ما بين المصريين والفرس. عندي ختم كمان، الختم الاسطواني بتاع الملك الفارسي أرتكسركسيس. الختم ده بنلاقي عليه صورة لإيناروس زعيم الثورة وهو بيعدم، أو المشهد بتاع إعدامه وهو يرتدي التاج، يعني الآخر دقيقة واقف ولابس التاج بتاعه بيعتزم مصريته، والإغريق اللي كانوا مساندينه أو كانوا متحالفين معاه واقفين المفروض بينتظروا الدور بتاعهم في الإعدام. وبنقول رغم إن الثورة دي فشلت إلا إن الثورات لم تنتهي، وهنشوف بقى باقي الثورات إن شاء الله. شكرا. الله يخليك دكتورة إيمان نور الدين جامعة قناة السويس، دكتورة دعاء الجعار زميلتنا العزيزة من كلية الآثار، زيكم جميعا. دكتور محمد فخري أهلا وسهلا بحضرتك. لك يا دكتورة هسأل حضرتك في الكلية المايكات، هنرجع على طول تاني نكمل الاستمتاع به اللقاء الدسم قوي عن المواقف الوطنية للمصريين ودور الأمن فيها مع الأستاذ دكتور منال إسماعيل. نقفل ده كده وبعدين نسيب لحضرتك، في اتنين كمان حابين يحضروا التحريك، بس يعني أستاذنا العزيز طبعا يعني بمشي على أستاذنا العزيز الأستاذ دكتور حسن السعدي. تأخير يا ريس. دكتور حسن ازاي حضرتك؟ يا رب يكون هيك سماني انا اتمنى وتكون المره دي المشكله اتحلت. عبيره استاذنك اقفلي المايك. لا مش مقفول، انا عملت ميوت عشان ما تمام. هنسيب دلوقتي الاستاذ الدكتور منال اسماعيل لمحاضره، اتفضلي يا فندم. هنكمل مع بعض بقيه سلسله المقاومه، مقاومة المصريين أو موقفهم الوطني من الغزو الفارسي أو الاستعمار الفارسي. طبعا احنا كنا وصلنا لحد الثورة الثالثة اللي كان القائد بتاعها إيناروس، واللي انتهت بإعدامه أو فشله، وقلنا رغم كده إلا إنه لم تنتهي سلسلة الثورات. فبعدها هنلاقي انه تجددت الثورة مرة تانية، وده كان سنة 445 قبل الميلاد، والمرة دي كانت بزعامة احد الامراء واسمه الامير تايوس، واللي كان في فترة ثورة إيناروس مساعد معاه او كان يعني موجود معاه.
إناروس زي ما احنا عارفين اتوفى، فكمل من بعد منه أمير تايوس. أمير تايوس كان يعني بيحكم منطقة المستنقعات في الدلتا، ومشي على نهج إناروس في إنه يعقد تحالف برضو تاني مع الأسينيين، فعقد تحالف مع القائد الأسيني سيمون، وكان الحقيقة يعني على وشك إنه يعملوا حاجة، لكن للأسف توفي سيمون فجأة في قبرص، وبالتالي ما قدروش إن هم يوصلوا التحالف يعني مع بعض. بس الثورة دي الحقيقة نجحت في إنها تغير أكتر من سياستها تجاه المصريين، وبنلاقي إنه في يعني دليل قوي جدا على إنه النظرة اتغيرت أو السياسة اتغيرت من خلال كتابات هيرودوت عن مصر. فبنلاقيه ذاكر في كتاباته إن الفرس عينوا ابني الزعيمين، ولاد الزعيمين اللي هم إناروس وأمير تايوس، الاثنين عينوهم في المنصب بتاع أبوهم، وده نوع من أنواع برضو الانتصار للمصريين، ولكنه انتصار محدود وغير كافي، لأنه ما حققش زي ما بنقول الهدف الأول والأساسي وهو الاستقلال. طيب بعدها وفترة حكم الملك دارا الثاني، دي كانت في فترة حكم الملك دارا الثاني، لما توفى ترك الحكم لابنه اللي هو أرتكسيس الثاني. الحقيقة في الفترة دي المصريين حسوا ان في، احنا عارفين فترات الانتقال ما بين حكمين بتبقى فيها نوع من انواع شوية الضعف، فحاولوا ان هم يستغلوا الفرصة. الملك الجديد بيبقى لسه بينظم حياته او لسه بيحاول يثبت نفسه، فهم حاولوا يستغلوا الفترة دي. فالفترة دي عملوا فيها ايه؟ قاموا بثورة، ولكن مش مباشرة على الفرس نفسهم، انما على اليهود اللي موجودين في منطقة ألفانتين. واحنا عارفين ان اليهود كانوا متركزين قوي، والجالية بتاعتهم ومركز عبادتهم والمعبد بتاعهم موجود في منطقة ألفانتين. فعملوا ايه؟ قاموا وحرقوا معبد اليهود. طبعا هنا مش بس علشان يعني الفرس، وعلشان يدخلوا الدنيا في بعضها او يعملوا نوع من انواع اللخبطة او القلاقل، لكن لان هم كانوا ما بيحبوش اليهود، او يعني مش مرتاحين في وجود اليهود، لان اليهود ما تغيروش ومش هيتغيروا على مر التاريخ. سياستهم واحدة اللي هي يعني اللعب على كل الأوتار والغدر يعني بأي حد. فهم حرقوا المعبد نكاية فيهم. وإحنا عرفنا منين الدليل؟ يعني إحنا دايما بنحاول نأكد الثورة أو نقول يعني مش الكلام مش على المشاع أو المطلق. عرفنا منين إن قامت ثورة في الفترة دي؟ الثورة دي جت أو عرفنا أخبارها من خلال مجموعة من الخطابات. الخطابات دي أرسلها أفراد الجالية اليهودية في مصر للوالي الفارسي علشان يساعدهم في عملية إعادة بناء المعبد اللي حرقوه المصريين. وكانوا في كل الخطابات بيأكدوا على جملة أو عبارة ثورة مصر، ثورة مصر. فبنعتبر إنه ده توثيق طبعا. والوثائق دي لقينا برضو معاها وثيقة تانية حوالين نزاع على ملكية بستان، وكانت برضو فيها إشارة للثورة. بس هنا بقى أرتكسركسيس الملك الفارسي ما كانش بيتمتع بالتسامح زي أسلافه أو اللي تبعوه، وخصوصا في النواحي الدينية، علشان كده كان بيحاول إنه هو، أنا بس بوري لكم الربط ليه هم
بدأوا باليهود، يعني هو انت دلوقتي عاوز تعمل حاجة للفرس، ملك ومال اليهود. هو هنا كان من النوع اللي متعصب للديانة الفارسية، وكان بيحاول يفرضها بالقوة على المصريين. فهم، وانتوا عارفين طبعا عبادة الفرس كانت النار، هم كانوا من عبدة النار، وبيحاول يفرض العبادة دي في أنحاء المملكة الفارسية. طبعا المصريين رفضوا. احنا من البداية قلنا ان المصريين الدين عندهم خط أحمر ما حدش يقدر يتخطاه، وما بي يعني ما بيميلوش للعبادات بتاعت الآخرين. فهم يعني حرقوا المعبد اليهودي، وقالوا انه علشان اليهود رافضين ان هم يعبدوا الديانة الفارسية، فحصل نوع من انواع الهرج والمرج علشان يستغلوا الموقف ويقوموا بالثورة. الثورة هنا كانت على ايد بقى ابن الزعيم السابق اللي هو اسمه برضو امير تايوس، والتاني هنا عشان نفرق نقول امير تايوس تاني، واحنا بنرجح ان هو طبعا من الاسم واضح ان هو ابن امير تايوس الاول او اخوه، يعني هو من نفس الاسرة ومن نفس الفترة دي. الثورة فضلت بقى في حالة مد وجزر لفترة يعني مش قليلة، ولكن اشتدت قوي في منتصف عهد الملك أرتقرسيس. دخلت بعد كده مرحلتها الأخيرة في سنة 410 قبل الميلاد، وكانت شديدة قوي قوي في الأجزاء الشمالية من مصر عن الأجزاء الجنوبية، لأنه كان السيطرة في الجنوب أكتر. الحقيقة إن دي بقى حققت بعض الانتصارات، الثورة دي حققت بعض الانتصارات، وده عرفناه من خلال كتابات إكسينيفون اللي هو قال إنه قدر المصريين في الثورة دي يطردوا الفرس أو يخرجوهم، صحيح هيرجعوا التانية، ولكن هم قدروا يخرجوهم ويحرروا البلاد. فبنقول إن الثورة الخمسة كتب لها النجاح وحققت الهدف، وهو طرد الفرس ولو لفترة من البلاد. رجعت الثورات مرة تانية في الفترة من الأسرة 29 والأسرة 30. في الفترة دي يعني بدأ المصريين يعملوا نوع من أنواع التأييد لأي قوة معادية للفرس. بمعنى إيه؟ إنه مش تحالف مع شخص واحد، احنا دلوقتي هنقيد او هنعمل تحالفات مع كل القوى اللي يعني متضايقة من الفرس او ضد الفرس او بتعتبر الفرس عدو ليهم، لانه الفرس كانوا في الفترة دي يعني مشاكلهم كتير وعداءاتهم كتير. الفترة دي ظهرت فيها الثورة على ايد شخص اسمه ملك يعني بتاعنا اللي هو عهد الملك نايف عورود الاول، اللي بعت حوالي 100 سفينة من السفن ثلاثية المجاديف، واحنا عارفين انه يعني السفن كانت وسيلة مهمة جدا 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 في الحروب في الفترة دي، بعتها لسبارتا علشان يدعمها في حروبها ضد الفرس. فالقوات الفارسية حاولت انها توقف المدد ده او انها توقف الحملة دي او يعني السفن دي اللي رايحة، لكن فشلوا. طيب ده في الأسرة 29. في الأسرة 30 برضو بنجد المقاومة تجددت مرة تانية، بس المرة دي على ايد الملك نختربه احنا زي ما بنقول او نختنب اف، اللي قدر ان هو يعني يوقف التحرك الفارسي او يوقف المد الفارسي. واللي ساعده على كده انه في الفترة دي كان حصل فيضان للنيل، واحنا عارفين انه في العصور المصرية القديمة كانت الفيضانات من الشدة بحيث انها يعني بتغير
حاجات كتيره، لان ما كانش فيه زي دلوقتي لا سدود ولا يعني كان فيه سدود، مش هنقول ما كانش فيه خالص، ولكن مش بنفس القوه او بنفس القدره على صد المياه. استغل هو فتره الفيضان دي في تشتيت العدو يعني، ولجأ برضو لحاجة تانية، مش تحالف بقى عادي، وإنما تزوج زواج دبلوماسي من ابنة القائد الأسيني خبرياس. يعني بقت في صلة مصائرة بينه وبين الأسينيين علشان يعضد موقفه أو يقوي موقفه أمام الفرس. كمان أهم حاجة بنعتبرها برضو خطوة أو موقف، إنه حدد نسبة الضريبة المفروضة على واردات وصادرات مدينة نقراطيس اللي كانت في الفترة دي مركز تجاري مهم جدا. وطبعا ده نوع من أنواع برضو الـ يعني ردود الأفعال أو المواقف. الملك جدحر بعد كده برضو جه وجمع المرتزقة علشان يعمل جيش علشان يقاوم. برضو وصل لنا خبر عن الاستعداد للحرب أو الاستعداد لمقاومة. كده احنا وصلنا للأسرة الثلاثين، وبالتالي احنا خلصنا الجزء الاول من مقاومة المصريين اللي قلنا عليه، اللي هو في العصور اللي هي ايه بقى المصرية او نهاية الفترة المصرية. تخللها حكم اجنبي ولكن كان في نفس الوقت ملوك مصريين، يعني الحكم مازال في فترات حكم وطني. الفترة التانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي الفترة اللي اصبح الحاكم فيها أجنبي 100%، اللي هي العصر أو العصرين، حسب في ناس تقول العصر أو العصرين، اليوناني والروماني. في الفترة دي برضو الأجانب بنفس اللي قلنا عليه في الأول، إنه كان في أجانب كتير قوي في مصر، منهم طبعا الجاليات الأجنبية. أصبح هناك جاليات، يعني ايه؟ يعني ليهم استقرار، ليهم مكان، ليهم اسلوب حياة. الجاليات دي ممثلة في الاغريق، اللي خصوصا يعني لما البطالمة هيتولوا الحكم هيفتحوا زي ما بنقول كده ابواب مصر على مصراعيها امام الاغريق. فبدأ يبقى عندي جنسيات كتيرة من الاغريق، من البيوتيين والكلكيين والكريتيين والتراقيين والايدونيين يعني، وفي بعضهم كانت بتربطه بمصر علاقات تجارية قوية جدا. العنصر الثاني من الأجانب اللي كان موجود في الفترة دي هم الفرس، نتيجة للفترة اللي تواجدوا فيها في مصر، وزي ما بنقول أصبح في فرس مولودين على الأراضي المصرية، فبقى ليهم وجود. و صحيح في العصر المتأخر ما كانوش جالية، لكن في العصر اليوناني الروماني هيشكلوا جالية أو هيصبح لهم جالية. عندي كمان من العناصر الأجنبية بقى، وده طبعا اليهود برضو ما زالوا موجودين، لكن الجديد إن هنلاقي إنه في ألمان وفي غاليين. الغاليين اللي هم بيساوي دلوقتي الفرنسيين، لأنه لقينا بعض الأدلة الأثرية اللي بتؤكد الكلام ده. فهنجد مثلا ان احنا لقينا في أنفورة من التراكوتا عليها رسم من الجانبين. الرسم ده من الجانبين عبارة عن بروفايل او شكل، واحد جانب عليه لراجل والجانب الاخر لسيدة. الاثنين زي ما هم موجود على الأنفورة انهم من الألمان، او مذكور انهم من الألمان. اذا حتى الألمان كان لهم وجود في الفترة دي. عندي كمان زي ما بقول الغاليين، لقينا تماثيل، ومنها على فكرة في المتحف المصري في التحرير تمثال لأحد الشباب من الغاليين اللي هم بيساووا زي ما بقول الفرنسيين. لقينا برضو تمثال من التراكوتا لونه غامق، الطين بتاعه محروق شوية أو غامق شوية، وده لسيدة هندية. يا
يعني معنى كده انه حتى كمان الهنود اصبح لهم وجود في الفترة دي في مصر، مصورة وعلى رأسها إكليل، ودي موجودة او القطعة دي موجودة ضمن مجموعة بتري اللي بتؤرخ بالفترة الثالثة. دي الأدلة الأثرية على وجود الأجانب بكثرة بقى في الفترة دي كجاليات. عندي في الفترة دي تعرضت مصر كمان لغزاة. وإيه الفرق بقى بين الغزاة والمستعمرين؟ الغزو هنا مش هيستمر، يعني الغزو بيبقى لفترة، هي محاولة وما بتستمرش لفترة طويلة، إنما أو يعني ما بتنجحش في إنها تؤسس حكم في البلاد، إنما الاستعمار إنه هيقعد وهيستقر وهيؤسس لحكم. طب الغزوة دي عبارة عن إيه؟ دي غزوة لملكة اسمها الملكة زينوبيا، ودي ملكة تدمر قامت بغزو مصر. والكلام ده يعني يمكن في ناس كتير قوي تسمع عن باقي الجنسيات، لكن ان تدمر تقوم بغزو مصر دي مش ناس كتير قوي بتعرفها، المتخصصين طبعا هيبقوا عارفين الكتاب. الملكة دي التدمرية هي اسمها الاصلي سبتيميا بنت زيباي، اي ابنة زيباي، واشتهرت باختصارا يعني كده، او اسم الشهرة بتاعها هو زينوبيا. الست دي الحقيقة يعني محيرة جدا جدا، كانت تشبه الأساطير. بمعنى إيه؟ إنها ما كانتش ست عادية، من الكتابات عنها عرفنا إنها كانت أولا جميلة جدا، الحاجة الثانية بتتمتع بذكاء عالي وبثقافة شديدة جدا، و كانت بتقدر تركب الخيل، وإنها كانت بتتدرب عليه، وكانت بتقود جنود، وكانت بتتكلم عدة لغات، ومع كل ده بتشرب طبعا الخمور، وعندها طموح جارف جدا جدا جدا، ده اللي مكتوب أو اللي قدرنا نعرفه عنها، وتكاد تكون يعني أشهر من كليوباترا، أو يعني تفوقها في حاجات كتير. أو إحنا بنضرب دايما مثال بالملكة كليوباترا في ذكائها وفي لغتها وفي طموحها، دي بتفوق الملكة كليوباترا. لكن هي الحقيقة كانت دايما بتقول إن أو بتقول على نفسها إن هي يعني من نسل كليوباترا، أو إنها من أحفادها، ولذلك كانت بتبص لمصر والإسكندرية على إن دي إسكندرية المدينة الأم بتاعتها، وإنها عايزة ترجع لها، وإنها عايزة يعني تحكم مصر. فعلا قدرت انها تعمل حاجة خطيرة. عملت ايه؟ اولا اعلنت ابنها، عندها ابنه كان ابن قاصر لسه اسمه وهب اللات، اديته لقب اغسطس علشان يعني ناطح الامبراطور الروماني، ولقبت نفسها باغسطى. وسنة 268، وده كان عهد الامبراطور الروماني كلاوديوس، جات لها الفرصة، لانه في الفترة دي الامبراطورية الرومانية كانت بتعاني من مشاكل، القوط الغربيين من ناحية بيناوشوا الامبراطورية الرومانية من جهة الشمال، وفي عمليات قرصنة على نهر النيل، فقالت بقى ان الامبراطور منشغل في تأمين الامبراطورية ومنشغل في حمايتها، فاستغلت الفرصة وبدأت جهزت جيش وبعتته، وفعلا استطاع الجيش ان هو يدخل مصر وياخدها. وهنا بدأت كمان تعمل سك عملة، وتحط على العملة دي صورة ابنها من ناحية وصورة الامبراطور الروماني من ناحية، وتكتب يعني عليه انه ملك، وبالتالي كده اعلنت ابنها شريك في الحكم. المرحلة الثانية بقى كانت اعلى من كده، انها سكت عملة جديدة، شالت صورة الامبراطور الروماني خالص، وحطت صورة ابنها وصورتها هي، وبكده بتعلن صراحة انفصالها عن الامبراطورية الرومانية. انا اللي يهمني في الموضوع ده كله انها جت على مصر، وانها غزت مصر، وانها يعني لقت مقاومة في دخولها مصر، ولكن الحقيقة ان الامبراطور الروماني كان
أمن نفسه وبدأ بقى الأول كده سكت لما عملت العملة الأولانية لحد ما يظبط أموره، ولكن بعد كده يعني رفض الأمر ده ورفض إنه ينصاع ليها، وحد وقال لازم يحط حد لطموح الملكة دي. ودارت معركة كبيرة لأول مرة، تليها معركة أخرى، يعني دخلوا في معركتين. انتصر في المعركتين الإمبراطور أورليانوس الروماني، وقدر يقطع الإمدادات العسكرية عنها والتموين اللي بيوصل لها، وابنها كمان قتل في إحدى المعارك، وبالتالي هربت، ولكن قدروا إن هم يجيبوها. هي كانت في الفترة دي بقى راح تهرب عند الفرس، لكن استطاعوا إن هم يرجعوها لجنود الرومان، وبكده الحمد لله يعني مصر فلتت من حتة كمان انها تبقى تابعة للمملكة التدمرية. وبنقول ان هنا يعني كان في نوع من انواع المقاومة، مش الموضوع مش للرومان لوحدهم، ولكن المصريين برضو قاوموا ملكة تدمر، الملكة زينوبيا لفترة. كده احنا اتكلمنا عن الجاليات واتكلمنا عن الغزاة، فاضل بقى معانا ان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن المستعمرين. اتفضل يا محمد. طيب المستعمرين بيبداوا بايه؟ لو بدانا هنبدا بالاسكندر الاكبر، وطبعا ده من خريف 332 قبل الميلاد، وبيلي الورثه للعرش بتاعه اللي هم البطالمه، واللي هتستمر مده حكمهم لقرابه 3 قرون. بعدها بيبدأ الرومان علشان تبدأ سلسلة كبيرة من المقاومة المصرية الوطنية ضد البطالمة ثم الرومان بعدهم. طيب لو احنا بدأنا بالبطالمة، هنلاقي انه بوادر الاحتجاج المصري وبوادر الثورة بدأت في عهد بطليموس الثاني اللي هو بطليموس فيلادلفوس، وده من خلال عرفناه من خلال احدى وثائق الهيبة اللي هي بتتكلم عن الفترة دي، ويجي فيها ذكر هذا الاحتجاج والتمرد ضد البطالمة، ودي بتؤرخ البردية دي بتؤرخ بالقرن الثالث قبل الميلاد، يعني في بداية عهد بطليموس الثاني. و احدث التمرد ده احدث نوع من انواع الاضطراب الامني في منطقه منف، من اول منف في الشمال وحتى الاشمونين في الجنوب، واللي بتتوسطهم في الفتره دي مدينه اهناسيا او بالاسم اليوناني هيراقليوبلس. الثوره الثانيه كانت في عهد بطليموس الثالث يوارنتيس. صحيح في جدل تاريخي حوالين الثورة دي، في بعض المؤرخين ما بيعترفش انها ثورة، ولكن في مصادر مؤكدة بتقول انه في ثورة حدثت في بداية عهد بطليموس الثالث. من الناس اللي بتؤكد الكلام دوت يوستينيوس وسان جيروم في كتاباتهم. كمان عندي بردية من تبتينيوس ودي رقمها 703، بردية شهيرة جدا، اللي من خلال البردية دي لقينا انه في مذكرة موجهة من احد وزراء المالية في القرن الثالث بتذكر شيوع حالة من الاضطراب وحالة من القلق في مصر في الفترة دي، وانه المصريين وصل بيهم الحد الى انهم مش هيشتغلوا، انهم يعلنوا العزوف عن العمل او التوقف عن العمل. والحقيقة ان المصري القديم عارف الاضرابات، يعني عندنا وده من ايام العصر الفرعوني، من ايام رمسيس، لما كان بتتأخر عليهم رمسيس، طبعا في الآخر في آخر عهد الرمسة، لما كانت الرواتب بتتأخر كانوا بيعملوا إضرابات، وكانوا بيطلعوا ويمتنعوا عن العمل، والشرطة كانت بتقف وتؤيدهم وتساندهم. فكان ده بيفكر يعني افتكرته بمناسبة انه هنا البردية بتقول ان المصريين عرفوا عن العمل. الثورة اللي بعد كده كانت في عهد الملك بطليموس الرابع
فيلو باتر، ودي بدأت من الدلتا، والحقيقة إنها يعني كانت شديدة وامتدت حتى أعالي مصر في الصعيد، يعني مسكت من أول مصر من الشمال لحد الجنوب، بلغت أشدها سنة 207-206 قبل الميلاد. لقينا نقوش في معبد إدفو، النقوش دي بتسجل إن أعمال البناء في المعبد العظيم توقفت بسبب الثورة أو بسبب الثوار. كمان ورد ذكرها في تاريخ بوليبيوس، بس ما كانش محدد موقع محدد لمكان الثورة، لكن المؤكد من اللي احنا لقيناه انها كانت ثورة وانها استمرت لفترة طويلة، وخاصة في منطقة الصعيد، لان احنا عارفين ان الصعيد دايما بتبقى يعني مصدر للشدة، يعني بيخرج منها دايما كل الملوك الاقوياء، واللي بدأوا دول جديدة واللي نهوا فترات ضعف كانوا كلهم من الصعيد. عندي كمان يعني نتيجة للثورة دي، انه استطاع الاهالي انهم يعلنوا استقلالهم سنة 185 قبل الميلاد، يعني في عهد الملك بطلميوس الخامس حسب ما جاء في احدى البرديات اللي بتؤرخ بالعصر ده، واللي بتقول انه يعني بتوصف كده تون الثورة، بتتكلم عن الثورة واللي بيحصل من أحداث أو مظاهر فيها، ومعناها إن هي حققت نتيجة أو إنها نجحت في تحقيق نتيجة. الثورة دي كان أسبابها كتير قوي، يمكن التاريخ ده بيخلينا نبص لإنه ليه المصريين اتجرأوا ان الثوره تبقى المرات زي ما بنقول كده جديده وكبيره، لانه ده كان بعد موقعه رفح، وبعد ما حققوا انتصارات في رفح، واحنا عارفين ان انتصارهم في رفح منحهم ثقه شديده جدا، ويعني خلاهم يرفضوا الخضوع او الخنوع. بيقابل ده في نفس الوقت سوء الأحوال الاقتصادية ونقص الموارد الملكية اللي كان ناتج عن تدهور الإصلاحات الداخلية ومرافق البلاد الاقتصادية، ساعدهم أكتر ودفعهم، خلى عندهم نوع من أنواع زي ما بنقول كده الإيه، الرغبة أو الغل، إن هو عايز يثور، إنه في الفترة دي كان في بداية دموية لعهد هذا الملك. الثورة دي استمرت فترة طويلة زي ما بنقول، ونتيجة مهمة قوي ليها انه انفصلت طيبة عن حكم البطلمة لفترة كبيرة من 206-205 الى 186 قبل الميلاد. لا كملها، كملي حضرتك معاكي، فاضل حضرتك 5 دقايق في المحاضرة، بعد كده هنفتح اللينك الثالث للنقاشات لان في حد كتير هيسأل. طيب طبعا الثورة دي بالذات ليه أنا بتكلم عنها، بقول ليها عمق أو ليها شدة، لأن إحنا لقينا بردية ديموطيقية اسمها سفر الأخبار الديموطيقي. البردية دي بتقول أو بتتكلم عن نبوءة، النبوءة إحنا عارفين إن النبوءة دايما بتنسب لعصور سابقة، فالنبوءة دي بتنسب إلى عهد الملك تاخس من ملوك الأسرة الـ30، يعني قبل حتى الفتح المقدوني ما يبدأ ما يجي، بتتكلم عن إزاي المصريين هيتخلصوا من الغزو، وإن إزاي النبوءة بقى بيتنبأوا بإنهم هيتخلصوا من الحكم الأجنبي على إيد أحد أبناء مدينة إهنسيا، وبيطردوا الإغريق وبيتخلصوا من الحكم بتاعهم. طبعا هي اتكررت كمان على أكتر من مرحلة، علشان كده بنقول إنها مجموعة من الثورات تتخللهم فترات هدنة. يعني من أهم الأسباب كمان في الفترة دي إنه المصريين يعني كان في حصل كده اتحاد ما بين الملك البطلمي وأحد ملوك مقدونيا،
انه يحصل بينهم زواج، وانه يعني يديله يتنازله عن جزء او حاجات في مصر مقابل انه يساعده في الحروب السوريه مع الملك انتياخوس. فطبعا ده اغضب المصريين جدا، وكان السبب المباشر لاشعال الثوره في منطقه بلوزيوم. وهي بدات في بلوزيوم ولكن انضمت ليها الحاميه بتاعه اسكندريه. طبعا الثورة دي أهم حاجة كمان عملتها إنها غيرت شوية في النتائج أو في السياسة المتبعة من قبل البطالمة، لأن بنلاقي إنه على مثلا على المستوى الاقتصادي خففت من الضرائب. من الناحية الإدارية سمحت بتولي المصريين بعض المناصب اللي كانت محظوره بالنسبه لهم. دينيا وضحت التساهل مع الكهنه، ويمكن اكبر دليل عندنا الحجر الرشيد اللي اتكتب في الفتره دي واللي عليه النص بتاع القرار المجمع الكهنه المنعقد في منفس سنه 196 قبل الميلاد. طبعا استمرت الثورات، وفي ثورة في عهد بطلميوس الثامن اللي هو يوركتيس الثاني، ودي يعني تعتبر في عهده، يعني في نهاية عهد الملك السابق كانت بدأت ثورة وشملت عهد يوركتيس الثاني، فيعتبر قام في عهده ثورتين من المصريين. الملك ده بقى عمل حاجة أو غارت صدر المصريين عليه جدا، إنه حب يقضي على الثورة بشيء من العنف أو رد فعل صادم للمصريين، فقرر إن هو يشعل النيران في الجيمنازيوم. الجيمنازيوم ده كان مكان بيتجمع فيه الشباب، فهيشعل فيه النيران وجواه الشباب. فطبعا الدنيا يعني زي ما بنقول كده ايه صارت قوي، فالمصريين السكندريين بقى تحديدا هنا لانهم كانوا حاسين يعني بالاهانه الشديده، قرروا ان هم يحرقوا قصره وانهم يثوروا عليه. وده عرفناه من خلال قطعه من الاستراكا وبرديه من الافانتين، والاثنين موجودين في متحف اللوفر حاليا. استمرت بعد كده الثورات في عهد بطلميوس التاسع اللي هو السبتر الثاني، وحتى عهد بطلميوس الحداشر اللي هو الاسكندر الثاني. وكان في الفترة دي للأسف بقى في صراع داخلي في البيت البطلمي، وكان في تفكك شديد، وكان في تدخل برضو من قوة تانية صاعدة اللي هي روما، وكانت بتتحكم في مين يمسك الحكم ومين ما يمسكش، وتشيل ده وتحط ده. فده كان بيغضب المصريين لأنه ما فيهوش احترام لقوانين الوراثة، أو ما فيهوش احترام للرولز اللي المفروض تبقى متبعة. نتيجة للثورة دي هرب الملك، وفي أثناء فراره راح على قبرص، وفي أثناء فراره توفي أو لقي حتفه سنة 88 قبل الميلاد. طبعا كان في كمان ثورات في عهد بطلميوس الزمار، كانوا تحديدا يعني ثورتين في الفترة دي. تولت بعد بطلميوس زمار طبعا كليوباترا. هنفتح اللينك الثالث للنقاشات. طيب كليوباترا بسرعة ماشي، برضو قامت ثورة في عهد كليوباترا سنة 49 قبل الميلاد، لأنه لما استنجد بيها القائد الروماني جابينيوس عايز مدد، بعتت له مدد، والمصريين ما كانوش بيحبوا اللي يساعد الناس الأجانب يعني اللي هم ضدهم. في بعد كده بتبدأ بقى ثورات المصريين ضد الرومان. الحقيقة عندي سلسلة كبيرة من الثورات، في يعني في ثورة سنة 29 قبل الميلاد، أنا هقول بسرعة. أيوة، وعندي يعني بتصل إلى حد حوالي 7 ثورات متتالية ورا بعضها. اللي بتأكد الثورات دي البرديات، عندنا زي بردية أوكسرينوس المؤرخة بالعام 217 مثلا، دي بتتكلم عن أحداث الحرب وأحداث الثورة والتطهير في الوقت ده.
عندي كمان ثورة في عهد الإمبراطور أنطونيوس الطاقي سنة 153. عندي ثورات كتيرة الحقيقة. أنا حاسة إن الوقت هذه الأسئلة أيوه علشان كده بقول إنه يعني الثورات كانت كتيرة. المصري القديم يعني كان بيرفض دايما الخضوع أو بيرفض إنه يبقى منقاد. من خلال عرضنا لكل الثورات اللي احنا اتكلمنا عنها بنستنتج مجموعة من النتائج المهمة. أولها إنه هنسمع النتائج في اللينك الثالث مع مع الحوار عشان ما يطاش علينا. خلاص يا شكرا. هنخرج دلوقتي ونرجع تاني. اوكي انا فروت الجزء بتاع لا معلش. دكتورة منال هنرجع تاني معاها علشان في يعني دقائق قليلة. معلش انا عارف ان انا دمي تقيل بس هو يعني تنظيم بس عشان الاسئلة. دقيقة واحدة خلاص هي وعدتنا بدقيقة عشان في مداخلات. انا عارف هتبقى مداخلات كتير وهتبقى في اسئلة وهتبقى في مناقشات خاصة ان الموضوع بيحتمل حاجات كتير الحقيقة. ويمكن يعني في يعني حاجات لطيفة بتتقالت وازاي مصر كانت موجودة. نترك الكلمة للدكتورة منال وبعدين نرجع لمناقشات بتاعتها. وطبعا اللي حضر على الزوم مش هيشرب حاجة معانا بعد ما نخلص. استاذنا الدكتور حسن السعدي الحقيقة احنا عرضنا كده لسلسلة كبيرة من المقاومات. احنا هنطلع منها بس بكم ملاحظة كده او كم يعني نتيجة. النتيجة الاولى ان المصري القديم كان بيرفض الخضوع للحكم الاجنبي المستعمر وبيقاومه ولكنه تقبل طبعا المتمصرين زي ما شفنا ودينا امثلة على كده. الحاجة الثانية انه رفض كل اشكال الظلم والتهميش والحياد عن طريق الثورات بدليل انه كان بيقف احيانا مع غير المصريين بس في نقط محددة. الحاجة الثالثة ان موقف المصريين من الاجانب لم يكن دائما بالضرورة الفعل، ففي كثير من الاحيان كان بمثابة رد فعل لموقف حاكم اجنبي. النقطة الرابعة ان مقاومة المصريين للحكم الاجنبي الحقيقة انقسمت لشقين. في مقاومة ايجابية بنقول عليها مقاومة ايجابية وفي مقاومة سلبية. المقاومة الايجابية اللي احنا عرضناها اللي هي في شكل سلسلة متتالية من الثورات على مر العصور. ايه بقى هي المقاومة السلبية؟ هي المقاومة بالتمني او في شكل احلام او نبوءات زي ما شفنا كده نبوءة صانع الفخار ومجموعة النبوءات اللي تضمنها تضمنتها بردية سفر الاخبار الديموطيقي. وبكده بنقول ان المصري القديم يعني كان بيمثل يعني مواقف وطنية كتيرة. طبعا المواقف زي ما شفنا كده بتتخللها الملوك الأفراد المساندات. يعني أنا كنت سعيدة. أنا كده خلصت وكنت سعيدة بوجودي مع حضراتكم وأشكركم على استماعكم. لا تمام الحقيقة بتقدم بخالص الشكر والتقدير يعني بشخصي وسمحوا لي طبعا بصفتي يعني السيمينار الجميل او الصالون الثقافي للاخت العزيزه الاستاذ الدكتور منال اسماعيل على العرض والسرد الرائع. وهفتح باب المداخلات وهبدا بس من بره اللي على زوم وبعدين نختم هنا. استاذنا الدكتور حسن السعدي فضل. يا دكتور حسن مساء الخير على حضرتك. وقبل ما ابدا طبعا البقاء لله في شقيق اختي العزيزه الاستاذه الدكتوره ماجده جاد. شكرا دكتور خالد. صوتي واصل كده؟ واصل يا فندم وصوتك ملعلع كالعاده يا ريس. الله يخليك يا حبيبي. طبعا الف شكر على المشاعر الجميله اللي انت عايزها دكتور خالد. انا يعني خسرت كتير من التكنولوجي انها ما دخلتنيش من اول
لا طبعا، يعني للشباب الصغير اذا حضرتك سمحت لي، استاذنا الاستاذ الدكتور حسن محي الدين السعدي احد اعلام تاريخ مصر والشرق الادنى القديم ورئيس قسم الاثار والتاريخ اسبق بكليه الاداب جامعه الاسكندريه، واحد العلامات فعلا اللي بنتعلم منها دراسه مرحله الدوله الحديثه والعصر المتاخر في مصر. اتفضل يا استاذنا. كان بيبقى عندهم أكثر من حركة تمرد في مناطق مختلفة.
ساعدتها قواتها السياسيه على فرض جهودها في فترات زمنيه متباينه. فالموقف المصري من رفض كثير من المعطيات الحضاريه بل محاوله حتى الجزاء ان هم يتمثلوا المعطيات الحضاريه المصريه امر كنت احب ان يكون ضمن اسرائها في المحاضره. شكرا جزيلا استاذنا العزيز. تحياتي للاستاذ الجليل. هم بيبلغوا حضرتك التحيه وان شاء الله اللقاء القادم نكون متواجدين جميعا باذن الله تعالى. وعلى طبعا هذا التقليد ان شاء الله يستمر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ دكتور منال. في تعليق لحضرتك؟ هو يبدو بس ان زي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ هترك لحضرتك التعليق دلوقتي لزميلتنا العزيزه الاستاذ الدكتور منال اسماعيل استاذ الاثار وعميد معهد القاهره العالي للسياحه والفنادق بالمقطم. اتفضلي يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. هو حضرتك بالنسبه لكلمه ثوره انا في البدايه في الاول قلت انه يعني هو صحيح مصطلح حديث لم يكن موجود ولكن بيساوي انا قلت انه هو بيساوي ان انا ارفض او اتمرد او يعني عدم القبول بكل الاشكال وده كان في الاول خالص. بالنسبة لي انه المصري مش هيقوم بثورة علشان الفلوس انا ما كنتش بتكلم ان مش بقول ان هو قام بثورة عشان الفلوس ده انا كنت بمناسبة الاضرابات والعزوف عن العمل بضرب مثال على اللي حصل في عهد الملك رمسيس في نهاية عهد الرعامسة من اضراب عمال الجبانة. فبقول انه بالمناسبة علشان في ولاد قدامي شباب من الجامعة بقول لهم ده بربط لهم وبقول لهم زي اللي حصل في اضراب او عزفوا عن العمل وقاموا باضراب. فالمصري القديم عرف الاضرابات ولكن مش هنا بديه كمثال في الفتره دي اللي كنا بنتكلم عنها. لا احنا كنا بنتكلم عن ثورات سياسيه بدافع وطني قومي ملوش اي علاقه فعلا بالفلوس. اسيب الكلمه للدكتوره ايمان نور الدين. دكتوره ايمان ازيك؟ دكتورة إيمان مساء الخير. إزاي حضرتك؟ معاك الدكتورة منال فيما لا يزيد عن دقيقتين من حضرتك ودقيقة منها. تعالي اعملي دبلومة عندنا يا دكتورة. بيتك القديم. اتفضلي يا دكتور. انا بس بقول ان هي ممكن تقول ان هي مصريين. العمل الحركات دي في عصر الفل حاجه. تمام اتفضلي يا دكتوره. دكتور انا الحقيقه يعني مش معرفش الثورات في العصر البطلمي كان ثورات ما قامش بها المصريين كانوا اليونانيين. هل حضرتك موافقه على الطرح ده؟ لا 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 طبعا الثورات قام بها مصريين مش يونانيين خالص يا دكتوره. هو بس يعني انا دلوقتي الاحداث كتيره قوي لكن هو حضرتك لو رجعت للفتره دي هتلاقي انهم مش القاده الفرس ولا الحاميات هم اللي كانوا بيقوموا بالثورات دول مصريين فعلا. يمكن في الفتره دي كان في الاسماء بتبقى يمكن حضرتك عشان بتعولي على الاسماء في الفتره دي كان المصري بيلجا احيانا لتسميه باسماء تشبه اسماء الاجانب كنوع من انواع التكيف علشان يحصل على الوظائف. يعني فالتشابه في الاسماء ممكن هو اللي يبقى عامل عند حضرتك النقطه دي. تمام. الحقيقه الدكتوره منال طافت بينا النهارده طواف جميل وان سمحت ليا هذكر تعبير لطيف قوي
كنا في نص قريته من الأشمونين في فترة 2000 مع مدام ماري دروبير. قالت يا دكتور حسن جملة رائعة، دكتورة منال طرحت وقالت اليوناني وينن ميسي إن كمت، قرينا كمان من الأشمونين وينن إن ميسي إن كمت، وكان التفسير الوحيد إنه ميراثه لما يتجوز واحدة مصرية. لو واحدة مصرية متجوزة يوناني ومولود في مصر تورث، ومش مولود في مصر كان نسبة الميراث تقتطع. الحقيقة يمكن أستاذنا العزيز الدكتور حسن السعد وقف عند حتة اليهود، ومن منا ينكر موقف الكتاب المقدس من المصريين حين دمر الأشوريين زي ما هيك أشرتي في نحوم. دكتور إيفان يمكن يصلح لي نحوم لما قال النبي نحوم يا نينوى ستكوني مثل المرأة الزانية فأنت لست أعز عند الرب من نو أمون. نو أمون نيوت إيمان مدينة أمون اللي هي طيبة. الحقيقة دكتورة منال طافت طواف غريب جدا في أماكن شهدت، ما بحب دايما أقوله صحوة لمصر، ومرحلة دايما يمكن بحب نقف عندها ونقول زي ما أشرت حقيقة أستاذنا إن مهما مصر كانت ضعيفة كانت أقوى من اليهود. واليهودي دايما مين اللي يأكلني ويشربني، وده كانوا بيبعتوا يشتكوا ويقولوا الفرس وحشين، وهم اللي ساعدوا الفرس، وهم اللي قالوا القنبيز في منف ان المصريين بيتريقوا عليك لما جابوا العجل ابيس، وهم اللي وقعوا الدنيا ببعض يعني. وطبعا انا كنت عامل زي الايه بدايق الدكتورة منال، كانت هتتكلم طبعا على كاليجولا ومذبحة 38، وانا عارف انا الحقيقة لان لاول مرة بالمناسبة نعيد اللينك 3 مرات في محاضرة في الصالون الثقافي، لأنها محاضرة كانت ثرية جدا، محاضرة كانت عميقة جدا، محاضرة شهدت وأكدت أن مصر دولة كانت تحتل المحتل، لم يأتي أحد ويحتل مصر إلا وخرج وهو متمصر بأهلها. بشكر حضراتكم جدا، أساتذتنا وزملائنا الأفاضل اللي شرفونا بالحضور عبر زوم، ألف ألف شكر ليكم. صديقي وأخويا العزيز الدكتور إيفان، الدكتورة رشا، الدكتورة أنا آسف، دكتورة داليا، أهلا وسهلا نورت الدنيا، أختي العزيزة السيدة هبة حلمي، ولادي من معهد القاهرة العالي للسياحة فد، شرفت بأن أنا درست فيه وقت الدكتور نبيل حافظ وقت الدكتور عبد الحليم، ويمكن ظروف سفري كمان لموريتانيا وعودتي هي اللي حرمتني الحياة من أن أتشرف بالتواجد والدنيا خلاص بقى. وولادي طبعا من كلية الآثار، الدكتور رامي يعني العضو الاساسي في السيمينار، برحب بكل الحضور والف الف شكر كلكم على الجروب معانا. الشهر الجاي شهر 2 نهايه شهر 2 لينا محاضره هنحددها وهتدخلوا على الجروب تشوفوها، اهلا وسهلا بيكم. هنتوقف مارس عشان رمضان والعيد كل سنه وانتم طيبين، في ابريل هتكون محاضره استاذنكم هتكون ليا انا والدكتور ايفان عن أعياد المصريين، أنا بورطه فيها دلوقتي، أعياد المصريين عبر العصور هنا احتفاء بالأعياد، هيكون عيد القيامة وشم النسيم يوم 17، عيد الفطر يوم 22، أعتقد مفيش مناسبة أكتر من كده تقعدنا أنا وأنت هنا مع بعض، كل سنة وأنتم طيبين، أشكركم، لقاءنا الشهر الجاي، سلام عليكم.